بما ان رنا بتهتم بالايام المميزه زي 12 12، فانا كنت عايز اعمل لها حاجه مميزه، بس توته اتطعمت والدنيا باظت خالص، وهي كانت نفسها تروح اسكندريه، فقلت لها تعالى اعمل لك احلى فطير اسكندراني. وجوه البيت جهزت الرز الريزو وبجهز الرنجه في الشاي كده الجميل عشان اعرف اقشرها وفصصها وتشيل الزفاره والملوحه، ومعايا حته استربايه اقطعها استربات كده حلوه، وانزل بتتبيله فاو سيكريت التي لا مثيل لها في الحياه، وشويه دقيق انزل بالاستربات على الميه الساقعه على الدقيق وفعص وانزل في الزيت على طول لحد ما تطلع معاك بالمنظر الجميل ده. وانا بالنسبه لي اهم من الشغل هو تظبيط الشغل، كل حاجه تبقى بنظام. فزي الفطاطري ما بيعمل كده، قطعت كل حاجه في الاول خالص، اجهز كل حاجه، بصل وطماطم وفلفل وزيتون وكمان الجبن فلامنك، اروح جاي كده ضربها في الكبه كده عشان تبقى ناعمه مع رومي، اروح جاي حاطط كل حاجه ورصصها عشان اجي اشتغل برواق كده والحاجه تطلع ايه 100 100. نيجي بقى لعجينه الفطير اللي بتحتاج ميه مغبشه زي ده، فبنزل بكيلو من الدقيق مع شويه ميه مغبشه ونص معلقه صغيره من الملح، واقعد كده افرك واحرك، مفيش مقدار معين، انت تقعد كده تفرك وتحرك لحد ما تلم معاك، وبقسمها على تلاتة عشان اعرف ايه عجنها كويس. وبعد 10 دقايق من العجن اروح جاي فاردهم كده، ولازم تبقى مدهونه من تحت بشويه زيت وعلى الوش كمان بشويه زيت، واروح جاي مغطيها كده واسيبها ترتاح نص ساعه، واعمل لرنا حاجه سكره كده زيها عشان انا عايز اخليها اليوم يميز. فعملت لها بالكاستر اللي هي اكتر حاجه بتحبها، واول ما جهزت معايا والعجينه كانت ارتاحت رحت جاي عاملها بالشكل ده. ولو انت جربتها بالشكل ده صدقني هتطلعها احلى من بتاعت بره كمان. هتمسك واحده تكون كبيره كده وتروح جاي مكورها بالشكل ده، هي قطعه كبيره بس هتروح جايه في الاخر قاسمها بالمنظر ده، واحده كبيره وواحده صغيره، وزي ما انت شايف كده الاحجام مش متساوي، وتروح جايه سايبها برده 10 دقايق، وتيجي على الكبيره تروح جايه فاردها من تحت عليها الواحده الصغيره من فوق، وتحاول ايه توسطهم كده بينهم وبين بعض، وتروح جايه حاطط الحشوه بتاعتك. انا اول واحده حطيتها مثلا برنجه وبصل وفلفل، وتروح جايه مغطيها بطبقه واحده بس، وتروح جايه مقفلها كده من الجناب بالمنظر اللي انت شايفه كده، وتروح جايه فاردها بايدك كده عامل بريس وتدخلها الفرن، واهم حاجه تبقى عصاجه من تحت. تعالوا نعمل واحده كمان نفس الفكره، طبقتين ودي بالكاستر يا جماعه، تروح جاي فارد كده وحاطط عليها الصغيره كمان من فوق وقافلها وفارد ومدخلها الفرن. طيب دي كيري بسطرمه، تعال نبص على الجمال. اعتقد ان احنا كده شربنا تكنيك 2 في 1، اللي هي قطعه كبيره عليها قطعه عجينه من فوق، بعدين نحط الحشو وفوقيها قطعه صغيره ونلفها بالشكل ده، وانت بتحط في الصينيه تفردها لكن من الاطراف، ما تجيش ناحيه النص لانه اوريدي مفرود. وزي ما قلت لكم ان انا عايز اخلي ده يوم مميز لرنا بحاجات هي بتحبها، فانا الصراحه ما حطيتش الفطاير على ذوقي خالص، يعني هي كانت بتحب الرومي في كل حاجه، فحطيت في كل فطيره جبنه رومي رغم ان انا مش بحبها، لكن انا عايز اليوم مميز يكون بالنسبه لرنا، فظبطت لها بقى ايه كل حاجه كانت فيها جبنه رومي زياده وخضار، وظبطت لها الدنيا، حتى كانت عايزه ريزو بستريبس عملت لها في فطيره. وتعالى بقى اتفرج على النتيجه بحلاوتها وجمالها وطعمتها. بص هي دي بتاعت البيت ولا بتاعت بره، انت اللي تشوفه تحكم. بص الاطراف عامله ازاي، اللي بتبقى معجنه بص هنا عامله ازاي، قول لي ده الشكل اللي بنعمله في البيت العادي ولا شكل بتاعت بره، التكنيك ده ينفع ولا لا، اسمع الصوت. الله بص هي ده السر، تبقى هي عامله زي كراست كده بس هي خفيفه وطريه وواخده طبقات ومتورقه وجميله ومش مزيته، وهو ده اللي انت عايزه. بص الجناب عامله ازاي، لا 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 بص طريه ازاي، يا ربي على الجمال يا ربي. اسمع صوت التقطيع بس. ولكن توتا صحيت ورانا قاعده جنبها وشكلنا هنستنى لحد ما تنام تاني. فضلت مستني كتير جنب الفطير ورانا ما بتجيش وتوتا ما بتسكتش، طب اعمل ايه، حد يبقى جنبه المنظر ده، وحتى مش عارف ادوق، ما انا مش هينفع، انا عامل يوم مميز لرانا فانا اكل ازاي؟ قالت لي كله، قلت لها لا انا هستناك لحد ما تيجي، فاستنيتها. بعد 3 ساعات بنحاول نرن في الاخر ما نامتش وانا اللي شايلها عشان نصور لكم الاكل ده بعد ما برد وجلد، لكن الشكل بيتكلم. لا الشكل لوحه فنيه. خشيلي بقى بالتفاصيل. الله 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 دي كولد كات، وريني بقى تفاصيلها كده. يا نهار ابيض دي مورقة مورقة ومحشية، ايه ده؟ هي فيها حشو يعني. ورينا من تحت يا مخرج احسن، تبقى محروقة ولا مدسوعة ولا حاجة؟ ايه يا لهوي دي جميلة، شايفين الجمال يا جماعة؟ بصوا بصوا بصوا، خشي بقى اضربي افترسي. رغم ان هي باردة لكن من جوه دايبه وطريه وناعمه وجميل. بص تحفه يعني 12 12 عملناه يوم مميز بالفطاير الجميله دي، ده اكتر يوم مميز في حياتي. الله الله الله، اوه يا حلاوتها يا رقتها يا طعمتها. الله 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 يا تورياتك، دي ايه الجمال دي بالسلامي. بصي بصي دايبه ازاي، بصي دايبه. الله لا انا جعان بقى، خدي تاليا والنبي وصور حته والنبي الاول. ينفع كده شفتي؟ ينفع؟ لا ما ينفعش يا بابا. دي بقى بسطرماتي، دي بقى بسطرماتي اللي تغير حياتي.
اوبا الله، هي بردت بس شوية من توت الله. ينفع كده توتي؟ لا شوية يا بابي، سولي سولي يا بابي، ولا يهمك يا توتي. دايبة دايبة ده ايه الجمال ده؟ الله، تست البسطرمة عامل قلبان. مبسوطة يا رنوشة؟ ربنا يخليك ليا والله. كان نفسي اجيب لك البتاع بس انت عارفه شايل توت. يلا يا فود بلوجر بقى، قوي كلمتين حلو ولا واحد؟ انا بالنسبه لي دي احلى واحده. عايز اقول ربنا يبارك في كل ام بتتعب تعب. انا عايز اقول انا ما كنتش حاجه من الصبح، ودي اول حاجه تخش بطني. اول حاجه ايه؟ تخش بطني. انت كدابه، انت عايزه تسلمي اللبن بتاعي. انت ما سلبتش حاجه. دي جميله قوي. لا يا رنوج، لا انا كده هتغرب، هو انزل افتح مطعم دلوقتي. افتح مطعم حالا. بسطرمه يا ربي على الجمال يا احمد. ايه الطعم ده؟ اللي بعديه بقى ايه؟ الكولد كات. قرب يا مخرج اعمل زوم. ايه بس والله الستوت ماشي معيبانك. مش مشكله. بصي دايما ازاي؟ اسبوع يا بنت يا توته بقى بقيم. ادي لابوكي فرصه يقيم يا بنت. مشكل الجبن اللي اتهرست يعني ينفع كده يا توته؟ اعمل ايه؟ الفود بلوجر بتاعي باظ. لا الناس هتعمل لايكات عشان توته. ماشي يا توته هنشوف بقى. كله يعمل لايكات علشان خاطر توته يا جماعه. لا يلا كله اعمل لايك لايك وسيل. والله العظيم احلى من بتاعت بره. اتحرقت منك؟ اتحرقت شويه. حلوه قوي يعني. انا حاولت. حلو حلو. انا بحب الكاستر واللبن يبقى كتير كده زي ما انتم شايفين. لا تصدقي لسعه الحرق من مغيره في الطعم شويه يعني. لو كانت يا بنت ركزي معايا. لا اله الله. نقفل انا نقفل الفيديو مسؤول انا كنت يعني. انا رايي لو هي ما كانتش ملسوعه قوي كانت هتبقى يعني، عشان هي اتلسعت مني شويه بس هي لطيفه. صباح على خير كده. رنا نامت. والله العظيم كلمه اخيره من قلبي، انا بحب رنا. كان الله في عون كل ام بجد. ربنا معاكي.